الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت وأنت، كم مضى من العمر؟ نعرف، نقول مضى كذا سنة، قليل أو كثير، لكن كم بقي؟ لا تدري، لا ندري كم بقي من عمرك، من عمرك، لا ندري. حتى متى التسويف؟ تسويف في شيء مصيري، يعني حياة أبدية، هذه حياة مؤقتة وتلك حياة أبدية. تسويف للحياة الأبدية، انشغال عن الحياة الأبدية بالحياة المؤقتة مع زوج، ابن، ولد، عمارة، وكذلك مع حمامات، مع كل موجود. يعني الحياة الأبدية في حياة النعيم، لا موت، لا مرض، لا شيخوخة. إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا. أبدا أبدا، ما في هرم. عمر واحد لا يمشي عليهم الزمن، لا يمشي عليهم الزمن. مليون سنة لا يهم. تشبوا فلا تهرموا أبدا. إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فعلا تجري من تحتها الأنهار، اللبن، العسل. ما في حمامات، ما في قاذورات تجري من تحتهم. أجساد غريبة يعني لا تتصور. يأكل ويخرج جثاء، يعني جشاء كرشح المسك، كأنه يتعطر لأنه ليس أرضي، طعام ليس أرضي، شيء آخر، شيء آخر. حتى مع الوصف الذي وصف الله لنا الجنة فيها 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 فيها، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت. يعني أنت يقول لك نخيل في الجنة، ما أعرف النخيل. يقول لك طلح، عارف. يقول لك عسل في الجنة، عارف العسل، عسل مختلف. إذن ليس العسل. طيب، ولا أذن سمعت. يا لطيف، أنا سمعنا وصف الله للجنة، هذا الوصف اللي سمعته ما هو؟ شيء أعلى، ما تستطيع تفهم. الله يفهم ولكن ما نستطيع نفهم، مختلف، بس يقرب. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هناك ولا خطر على قلب بشر، يعني لما يوصف ويخطر في بالك شيء، لا، مختلف، مختلف، لا يمكن تتصوره. نعيم أبدي، نعيم، كلمة نعيم يعني ما في غير نعيم. إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، الله يقول ملكا كبيرا، ملك، ملك، أنت ملك. أريد الطعام الفلاني يأتي. اعتبر ملك من الملوك في الدنيا، في قصره اجتماع وناسه، يعني في ناس يعني قريبين منه كثير، ويقول له: يا صاحب الجلالة، يا جلالة، يا ملك، ماذا لو كان هناك في المنتصف نافورة تبعث المياه الملونة صغيرة على قدر المجلس، هكذا تنعش؟ فكرة جيدة، متى ستتحقق؟ ها؟ لا
يأتي بالعمال ويخربون المكان ونكسر ووضع وجيب مواسير ماء وجيب 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 وبعد ذلك يعدلون شهور. هناك لا، أنت جالس هنا تريد نهر الخمر، ها؟ يأتي هكذا بالعرض متحت منفورة يأتي أمامك هكذا، تريده يأتي يأتي وتشرب. ليس على الأرض، ليس هناك يعني خوف أن الماء يغرق وأن الخمر تغرق، لا، في لحظة. مو عمال يشتغلون كم، هذا ملكا، ملكا أنت تملك كل شيء. ماذا تريد؟ يتحقق فورا، فورا ليس بعدين. تغير شكلك تغير فورا، ومع ذلك معروف أنت فلان. أشياء عجب. إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، أربع تأمينات لا يمكن يعطونا إياها في الدنيا. إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. إن لكم تأمين عاجز عنه الدول، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. ما في عبادات، ما في مساجد، ما في أي شيء يخطر على بالك، بس افعل ما تشاء. حرية كاملة وقدرة قوية عالية. فإلى متى؟ إلى متى تقول بعدين؟ هذه الدنيا الآن عندي مشكلة، عندي مشكلة. لو جعلت المشاكل خلفك تختفي، وجهت الآخرة تختفي، هي جاءت حتى تحوشك إلى الله. المشاكل ليست عبث هكذا جاءت لأني أكلت هذا حصل معي هذا، ولأن فلانا عنده واسطات أبعدني. هذه المشاكل هي مشاكل من الله، لازم تؤمن بأنها من الله، لازم تؤمن بالقدر، خيره سهلة وشره من الله. طيب شره من الله لماذا؟ الله من هو هذا؟ هل هو الحكيم اللطيف الرحمن الرحيم؟ إذن ما هي مشاكل، إذن هو يريد شيء مني، هي خيرا لي، لنذيقنهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم، هذا الهدف، يرجعون، ليس يتمسكون بالعبادات وبالعلم لا، هذا خير، ولكن أول الآمر الناهي المعبود، بعدين الأمر النهي العبادة. أعطي كل شيء حقه، الله يريد منك حبه، أنت خالد معه، والأشياء هذه زائلة. تحب الزائل أكثر من الباقي؟ هذا عقل مهووس، جسمك زائل. حتى متى؟ اسمع ماذا يقول الله، يقولها بحب لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قست قلوبهم. ألم يأني لك أن يخشع قلبك، يخشع ليس جسدك يخشع، قلبك يخشع لله. دع ما عداه، انظر ماذا يحصل. هل يضيع؟ هل المشكلة تبقى؟
لا، المشكلة جاءت تحوشك، تدفعك إلى ربك. اتركني، تقول لك أنا أوذي، مؤذي، مشكلة، مصيبة، مرض، يقول لك أنا مؤذي، وهذا أنت تأذيت، لماذا تفعل هذا بي؟ اتركني، اذهب إلى ربك. تحوشك لربك حكمة، المصائب حكمة. لبعض الناس لازم من مصيبة، بدون مصيبة ما يمشي. وفي ناس يفهمها لي رب عظيم يريد مني شيء، يمشي، مو يمشي على الأوامر، يمشي حبا في الآمر. الآمر فاتح الباب، أصل الأوامر افعل 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 افعل، والنواهي لا تفعل لا تفعل لا تفعل، ما المقصود منها؟ مقصود حتى غفور رحيم موجود، كيف يجي إلا لازم يأمرك بأمر وتقول ما تسوي، ينهاك عن شيء ولا تفعل، ثم تذهب للغفور. كيف تذهب للغفور وأنت ما في منهيات؟ لو ما جعل الله أوامر ولا نواهي، صرت مثل الملائكة أو مثل الشياطين. فلذلك هذه الأوامر النواهي هدفها أن إذا وقعت فيها ما تقول أنا خلاص يأس، الشيطان يؤس الإنسان، لا، قل وقعنا فيه غفور رحيم تواب. مفتاح جميع أسماء الله الحسنى هو التواب، إذا ليس موجود عند الإنسان لا يستطيع ينال اسم من أسماء الله، يكون تواب، رجاع، كثير الرجوع إلى الله، ذنب رجع، عيب رجع، طاعة يفعلها ويقول لا شيء رجع. هذا مفتاح جميع الأسماء، وسره يكون في النواهي والأوامر. ليس لابد تكون طاهر 100%، 100%، وإلا تقول لك الشيطان أنت مذنب، أذنبت قبل 10 سنوات، ذلك الذنب يأتي به في الذاكرة، إذن ماذا تفعل؟ اترك ربك، اترك دينك. لا، أقول له عندي ذنوب كثير، مو مشكلة. الذين الله اختار من الذين يفعلون الفواحش نوعية، قال هذولا أحبابي، دخلهم الجنة مع الطائعين. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاهم مثل المحسنين. طبعا درجات، بس المهم انه ما في في الجنة من المتقين كذلك. فربنا يذكر لك قصص يرفع همتك، ولكن العالم منذ آدم إلى قيام الساعة، يأتي النبي عمره كله معه قليل من الناس، أو واحد من المجموعة هذه كلها سنين، واحد، الناس لا تريد الإيمان، تريد هذا المؤقت، مخها إنه أنا أكون سعيد هنا، إنه أنا هذا الإنسان المحدود هو أنا، أبدي ما في. الغالبية، الغالبية في البشر الآن 8 مليار، الآن 1.5 مليار مسلم، غفلة، إلا القليل في كل زمان قليل، والآن زاد الطوفان. لما؟ ها، الله يريد إيمان بالغيب والدلائل الموجودة على وجود الله، وانت مخلوق لشيء آخر، كيف خلقك الله، كيف ميزك عن المخلوقات التي تراها، أسود، نمور، فيلة، غزال، فراشة، أي مخلوق انظر، انت مميز، مميز. إذن في هدف ثاني، في هدف غير هدف الحيوانات هذه،
عندك قدرات صنع الطائرات صنع الحيوان ما يستطيع، ما يستطيع إذا كان لا يسبح لا يستطيع يمشي في يعبر النهر، هناك يرى العشب ولكن لا يستطيع يذهب. أنت عملت، أنت لا تستطيع ولكن عملت السفن، عملت ومشيت، عملت طائرات ومشيت، معنى ذلك عندك أنت مميز. فكر. فلذلك رمضان قادم، إلى متى؟ تأجيل إلى متى؟ اجعل هذا رمضان كأنه إجازة، ولو ليس في إجازة من عملك قل بعد نهاية العمل أنا في إجازة. الآن خذ أغراض رمضان، ولو أنه ليس شهر أكل ولكن وقع الفاس في الرأس، كأنه شهر 11 شهر صوم، واحد شهر نأكل. وماذا في رمضان؟ ها؟ الغداء الذي في الظهيرة هذا أجلناه، صرنا نأكل قبل الفجر وبعد المغرب. ماذا هذا صوم هذا؟ ها؟ يعني شيء خفيف، ربنا بالرحمة بالرفق لأجل أهداف، لعلكم تتقون، لتكبروا الله على ما هداكم، في أشياء مو مسألة وقف طعام لتكبروا الله على ما هداكم، سير تكبير الله هو العظيم هو الكبير في حياتك، هو الكبير في حياتك غيره ليس كبير، هذا هدف الصوم. لذلك صوم عن الطعام والشراب والنكاح، لا صوم عن الكلام، إذا سبه أحد يقول إني صائم، هو يسب يشتم ما تتكلم. أي إنسان عنده سلبيات ضدك، السلبيين لا ترد عليهم، لا تتكلم معهم، لا تتناقش معهم، لا أي شيء، هذا الصوم عن الكلام. تقول إني صائم، إني أنذرت للرحمن الصوم، كلم البقية الإيجابي ولا هذا، لكن سلبي. فلذلك أنت تمرن نفسك حتى بعد رمضان، ها يصير عندك الكلام، تعودت يتكلم واحد لا ترد، ليش؟ إني صائم. طبعا أنت لست صائم الآن بعد رمضان، ولكن تعودت أنك لا ترد، هذا يجعل عندك أنوارك محفوظة موجود. فيديوهات عن رمضان الماضي، نفس رمضان هو هو. فلذلك ولعلكم تشكرون، هذا من أهداف رمضان، هذه أهداف، أنا فعلت هذا لأجل تشكرون، لأجل تكبروا الله، لأجل لعلكم تتقون، تتقون يعني تتصلون، ولو مذنب تكون متصل، ترجع له تواب تواب تواب، الذنب حتى يأتي عندك اسم الله التواب، وليس عبث. لعلكم تتقون يعني يصير عندك هذا اتصال، تتقي الله. يعني إيش تتقي الله؟ يعني مثل ما يقول إيش، تتقي مشاعر والدتك لا تغضب. أنت تستطيع تفعل الشيء اللي قالت هي لا تفعله، لكن تقول أنا لا أحب أن يأتي خبر لها أنني شربت الشيء الفلاني الذي منعتني. شاي لا تشرب مثلا، شاي لا تشرب قالت أمك، ويقولون أنت بعيد لا تعرف أمك، تقول ولو هذا، أتقي مشاعر أمي. تتقي أن يراك ربك، ها؟ أن يراك ربك لا تبالي به، تحبه تعظمه، لا تحب غيره ولا تعظم غيره. فربنا قصص لك، ألا تريد أن تكون مثل هؤلاء الناس الذين يجعل الله من أمرهم يسرا، كل أمورهم يسرا، هو يقول لك هذا.
الرزق الذي محتار فيه العالم، يقول لك يرزقه من حيث لا يحتسب، المتقي لي، المحب لي، المعظم لي، حتى وإن أخطأ وأذنب يرجع إلي، هؤلاء هم المتقون، يجعل لهم مخرجا. مخرجا يعني إيش؟ يعني هو في مشكلة يخرج منها، يخرجه منها بلا دعاء. هذا وعد، وعد، وإذا دعا زيادة نور. لكن لما صرنا سنين، مئات، ألف سنة، ونحن في البعد المادي السيء، بعد المعاناة والتعب، بعد مادي خلاص، منكب على الدنيا المؤقتة وتارك الأبد والخلود، وإنت عظيم أعظم من هذه المخلوقات، تقول لا أنا ضعيف محتاج إليها، أحتاج إلى الزوج يسعدني، أو أحتاج إلى الزوجة تسعدني، أحتاج إلى المال يسعدني، أنا ناقص محتاج للأشياء هذه كلها. أنت غير ناقص، أنت مكتمل. هذا مؤقت، لعبة لعبة لعبة، لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. كيف تقول محتاج لهذه الأشياء؟ هذا وهم، الاحتياج وهم، إذا أذهبته من داخلك جاءتك الدنيا صغيرة، جاءتك السعادة بلا أسباب، بلا أسباب سعادة. كيف؟ إذا دخلت تفهم، بالشرح ما يفهم، لأنك بالشرح أنت ترى إنسان مثلا فقير كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لكن لو أقسم على الله لأبره. من الداخل ما عنده نظرة التي أنت تنظر إليه، من الملابس، من الشكل، من المشية، من أي حركة، إذا جاء قال ماذا تريدون؟ ليس معنى كل مؤمن هكذا، لا، هذا مظهره هذا هكذا. لكن غيره في ملك، حاكم كبير، ولكنه لو أقسم على الله لأبره، ما لها دخل في المظاهر. سليمان عليه السلام قال هب لي ملكا، هب وهب كذا، يعني ما أنا ما أنا محتاج، ماني مستحق، مو استحقاق، ما عندي استحقاقات، صفر، أنت أعطيني وهب كذا، وهبة، هبة، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، تحدي، ويبغى يسيطر على العالم، يبغى يوري الناس سليمان ملك، لا، يثبت للناس أنه قلبي مع ربي مع هذه الإغراءات كلها. حتى إذا جاء ملك قال شغلني الملك عنك يا رب، يقول له هذا ملك ليس أكثر منك. شهداء الأنبياء، واحد يقول مرضت وأشغلني المرض وقلبي فرغ من حب الله، يقول له هذا واحد، أيوب، يعقوب، زكريا، شهود، شهداء على الناس. فلذلك أمامنا فرص وخيرات، ربنا فاتح باب الخيرات. عندك مشاكل، إذن عندك علاقتك مع ربك تعبانة، صح، يمكن ملتزم بالعبادة، لكن المعبود دخل غيره، الزوجة والأولاد، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. هذا المهم، ملتزم متعبد، أوامر مضبوط، نواهي مضبوط، تربصوا ما دام تحب هذا غير الله أكثر من الله، تربصوا حتى يأتي الله بأمره. والله لا يهدي، لا تدخل هداية القلوب هذه، ولو بالعلم ولو بالعبادة. ليش؟ أول شيء حب، عبدة يعني أحب، لعلمك يعني تعبد مكره، أعبد أعبد أعبد، لا،
عبد أحبه من كثر حبه لله عبده. الآمر قبل الأوامر، المعبود قبل العبادة، الناهي قبل النواهي. لو نجي معكوس المسألة، مخبوص الدين، الآمر العابد، الآمر المعبود، وكمان المأمور العابد. أنت مأمور، أنت يعني عندك منهيات، أنت عابد، اعرف نفسك من هو العابد ومن هو المعبود، بعدين خذ العبادة. من هو الآمر، من هو المأمور؟ المأمور ليس هذا الجسد، ليس هذا الإنسان ذو الجسد. المأمور ذلك الذي يحرك الجسد الخالد، هو له الأوامر وبعدين عليه الحساب والنعيم والعذاب. هو هذا، أنت تعرف نفسك أول شيء، من أنت الذي يخاطبه الله؟ تغيرت الأوضاع، قلنا محدود وبموت، انتهينا. فكر في هذه الحياة وفكر في هذا الجسد. حتى متى؟ قد أقبل رمضان وعندك فرصة الآن. رمضان هو شعبان، يعني إيش؟ يعني هنا الآن إذا أنت مستعد ومستقبل وعازم ونية وكل شيء على أساس أنك يعني تضبط في رمضان، حتى هذه في النية، حتى بعد رمضان تكون عندك يعني من الآن توبة، توبة لله، رجعة إلى الله. يعني توبة إيش؟ مو توبة ترك النواهي، لا، هذا من ضمنه هو أوتوماتيك، يجي أوتوماتيك، لكن الحقيقة رجوع إلى ربك بالحب له والتعظيم له، وعدم مع بعض التعظيم لغيره والحب إلا بمقدار المؤقت. أعطي كل الذي حق حقه، ما في زيادة. فعندك الأنبياء يذكر لنا القصص، يقول شوف من اقتربوا مني ماذا جرى لهم؟ ها؟ النار لم تحرقهم، مثل إبراهيم عليه السلام عند الكروب فتحت الباب لهم، مثل يونس عليه السلام. أيضا مثل هاجر رضي الله عنها، هاجر واد غير ذي زرع، هذه معجزة الناس ما هم منتبهين لها. يقول لك علشان الأنبياء، إذن هذه امرأة ليست نبي ولا رسول لكن مؤمنة، مؤمن هو، كل مؤمنين الرسول والنبي والصالح والولي والإنسان العادي مؤمن بالله، عنده هذه الأشياء، عنده لابد منها، لأنك أنت منسوب إلى الله الآن. الله ولي الذين آمنوا، مجموعة هذه آمنوا، الله وليهم مدبر شؤونهم دنيا وأخرى، وهو وعدهم. إذا هذا الوعد ليس موجود عندك، اعرف أن الإيمان عندك مشكلة. وعدهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هم لا يحزنون، هم لا يخافون، ليس في رعب، لأن غير الله غير موجود في حياته، قطع الصلة مع المخلوق، فلذلك يخاف ممن؟ لا شيء، ما يوجد شيء إلا ربه في حياته، في قلبه، في داخله، في ظاهره، لا يوجد إلا الله. وربنا قال له، قال للمؤمن أينما تولوا فثم وجه الله، يعني أينما تولي ليس غير الله، ليس ندا لله يفعل ويخيف، لا ساحر ولا جن ولا ملك ولا أحد، هذا في قلبك رسخه، ماذا يحصل؟ يأتوك خاضعين، المال لا يفعل الأشياء،
المال لا يقضي الحاجات، هو ليس مستقل عن الله، هو خدام لله، والله جعله خدام لك. خدام يعني إيش؟ تعال روح، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. نريد المطر، ما في السماوات مسخر لك، يأتي المطر. إذا لا يأتي عندك خلل في الإيمان، قد لا يكون عندك خلل في العلم والعبادة، لكن حب مضروب. واحد ثاني إنسان عادي، أمي لا يقرأ ولا يكتب، عنده حب عالي، يرفع يديه لا ترجع إلا بالجواب. هو قال، يعني مو مسألة لا ترجع إلا بالجواب إنك أنت قوي، لا، هو وعد، وعد منه، ادعوني أستجب. حسب إيمانك يستجيب فورا إذا إيمانك كويس عالي، يستجيب لك بعدين، ويمكن ما في إجابة في الدنيا في الآخرة لأن إيمانك تعبان. ها، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عندك خوف وحزن إذا عندك مشكلة في الإيمان. يرزقه من حيث لا يحتسب، عندك هم الرزق شديد عليك وكرب ومحتار، عندك مشكلة في الإيمان، لأن ربنا وعد من أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. يعني إذا قال كلمة خلاص، خالق جل وعلا ما يبغى ينافق الناس أو يضحك عليهم أو يكذب، هو يريدك تقبل، يقول لك أنا تعال تعال اقترب بس. يرزقه من حيث لا يحتسب، يعني لا تشيل هم الرزق، أنت تحتسب هذا واحد، هو يفتح لك 20 باب، 50 باب، 100 باب، ما وجدته ليس معناه غلط، كلام الله حق، عندك مشكلة في علاقتك بالحب مع ربك، وعندك مشكلة في تعلق شديد بغير الله. فهمون العبادة الصنم والشجر والنجم والحجارة، هذا غير الله، هو هذا غير الله، أي ميلان قلب هو لغير الله هو هذا خطر. ماذا قال الله؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، ما حد يقدر يقطع هذه الصلة. ومنها المواعيد اللي وعدك الله بأنها في الدنيا تجيك، كرامات معجزات مثل الماء بالنسبة للمؤمن. انظر إلى هاجر مؤمنا، قالت إلى من تتركنا واد غير ذي زرع وغير ذي حيوان وغير بشر، ما في بشر لأنه ما في زرع، كيف يأتي الحيوان؟ إذن لا حيوان، لا حيوان ولا شجر، إذن كيف يأتي الإنسان؟ يعطش ويجوع يموت، ولا ماء، ما في نبات، إذن ما في ماء. انظر إلى المكان الذي لا يصلح للبشر ولا للحيوان، جعلها إبراهيم فيه وتجري خلفه إلى من تتركه. إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ ما يتكلم، خلاص الله قال له اضع امشي، اتركهم امشي. فبعدين قالت هذا نبي، وهي مؤمنة يعني تفهم الله، إيش ما تنظر للأسباب التي حولها. قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم، اللهم نعم. قالت إذن لا يضيعنا، أنت تضيعنا، هو لا يضيعنا، هو أقرب إلينا من حبل الوريد، لا نحتاج الزرع ولا الماء، هو معي لن نضيع. هذا الإيمان، مؤمن تأتي إليك المعجزات، يعني مثل الماء عند المؤمنين،
يعني صدقت أو لم تصدق، هذا كلام الله. يعني من يتق الله يجعل له مخرجا، ما معنى مخرجا؟ بدون دعاء من يتقي الله؟ يعني لك ارتباط قوي مع الله وصفر ارتباط مع غير الله، فيه يجعل لك مخرج. أكلت من الطعام الموجود، الأسباب الموجودة انتهت، هي تريد تطعم طفلها، ماكو، ما في. بدأ يبكي ويصرخ، صرخه ذا صراخ الطفل نداء لربه، لا يعرف أمه، صغير لا يعرف أم أبو، هذه الأشياء كلها بعدين لما كبر قالوا له هذا أم هذا أبو، هذا 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 نافع هذا ضار، هذا نافع هذا ضار، وشبك في غير الله. هو يصرخ ينادي الله ربي، وأنا محتاج لما أحتاج، أحتاج إلى طعام، أنت خلقتني محتاجا لطعام، بدون الطعام أموت. هذه الصرخة، ما يقول هذا كله ولكن الصرخة تقول. وهي ذهبت، أمه قريبة منه، أول الصرخة يأتي للأم، الأم تتحرك إلى جبل مرتفع قليلا اسمه الصفا، وجبل مرتفع قليلا تنظر هل هنا هل هنا في شيء، ثم تجري وتذهب هناك، ثم تجري تذهب هنا، ثم تجري تذهب هنا، والابن يصرخ، تنظر إليه وتجري، تنظر إليه مرة وتجري. فلما نظرت كان في النهار، الشمس ضاربة في هذا الوادي غير ذي الزرع الجاف الناشف، كيف تنام في الليل هذه المرة؟ رجل لا يستطيع. لكن شوف الإيمان، لا يبالي لا وحشة مع المؤنس ربنا. فالمهم هي الشمس ضربت على الطفل، على الطفل هي من أول، ولكن لما نبع من تحت قدميه ماء لمع الماء في عينيها، تجري لابنها، ما هذا الشيء؟ فإذا الماء ينبع، وتضع دائرة هكذا حتى لا يذهب الماء هباء منثورا، وينبع الماء وينبع حتى صار ما شاء الله، وثبت خلاص لا يزيد ولا قدر ما يأخذون يأخذ منه لا ينقص، ثابت، ليست نبي ولا رسول، مؤمنة. وهذا وعد للجميع، من يتق الله يجعل له مخرج. كيف شغله؟ أنت شغلك تتقي، شغلك تكون متصل، شغلك تكون منقطع عن غيره، منقطع قلبيا ومختلط. الأنبياء كلهم اختلاط، الصالحين كلهم اختلاط بالناس. العبادة ليست مفصولة على السجادة وعلى الصومعة أو المسجد، العبادة هنا، أما الذي منفصل يأتي يوم القيامة، بعضهم ليس كلهم يأتي وقد سب هذا وشبتم هذا وأخذ مال هذا. هذا سماه الرسول صلى الله عليه وسلم المفلس. الدين في الناس، تجد متعة في العبادة لا بأس، ولكن اختلط حتى تنتقل المتعة، الشحن، تشحن، تشحن جوالك ثم تستعمله، استعماله في الأخلاق، في المعاملات المعاشرات. هناك بعد ذلك يصير متساوي، لما تحسن أخلق يزيد إيمانك، مثل تشحن، كأنك تشحن من العبادة، ولذلك يمكن تقل العبادة عند بعض الناس. ليش؟ لأنه لا يرى فرق، أحسن الأخلاق، المعاملات، المعاشرات، أعطي المال، أتصدق، من يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون، يجد شحن أقوى من العبادة، ويجد يوم القيامة الخلق، حسن الخلق أثقل شيء في ميزان العبد. فإذا هذه وعد من الله، لماذا تنتظر؟
تريد السعادة هنا مع ربك، وانقطع عن غيره مع بعض الاثنين، لا إله إلا الله. تريد الخوف يذهب، لا تخاف إلا منه، يأتيك الأمان. الخوف من غيره يزيد يزيد يزيد، ويذل الإنسان الذي يخاف من غير الله أكثر وأكثر. حزن، ما في حزن، ليش؟ مات زوجي، مات المرزوق وبقي الرازق، من لأولادي من بعدي، من لأولادي الآن ذهب الزوج. هذا أغلب الناس يفعل هكذا، ذهب الوالد الذي كان يطعمنا ويسقينا ويهدينا وينفعنا، هذا أغلب المسلم، أغلب المسلمين. إيش نسوي إذا كان ربنا يقص لك القصص؟ واحد غلام، غلام قصة الأخدود، إيمان عالي، إيمان عالي، يعني يأتي للملك يقول له ربي وربك الله، خذوا يلا امسكوه واذهبوا في البحر وألقوه في وسط البحر، حرس مقيد، هم الحرس معاه، ولكن حتى يذهبون البحر يريدون يلقونه. اللهم اكفنيهم بما شئت أقرب من حبل الوريد، فعال مو أقرب يعني قريب خلاص مشغولين بغير الله، لا أقرب وفعال، أنا أريد هذا، أريد شيء منك، ادعوني أستجيب، هذا إيمان عالي، ادعوني سأستجيب أو لا أجيب، هذا إيمان تعبان. لو واثق في الله يقول لا بيستجيب الآن، بقول اللهم اكفنيهم بما شئت، ما في تحديد خلاص، المهم تصرف. فينقلب وهم سباحين كل شيء عندهم، ها، وهو مقيد، انقلب يعني هو فين؟ هو على الماء مقيد، ذهب إلى السلطان. أين رفقاؤك؟ قال كفانيهم الله بما شاء، ربي وربك الله. قال تعال يا حرس خذوه إلى الجبل فلاني، جبل خاص كذا، والقوه من شاهق كسر. ذهب معهم حتى وصل إلى المكان اللي يلقوه منه، قال اللهم اكفنيهم بما شئت أقرب إلي من حبل الوريد وفعال لما أريد. هو قال ادعوني أستجب، إذن أنا أريد هذا، تفضل أنا أريد الشفاء، تفضل. للمؤمن إيمان عالي أهلا وسهلا، إيمان واطي خلاص كيف يعطيك الله؟ بعدين كل الناس يجون يقول له أيوة نحن مؤمنين، أريد قصرا، أريد بيتا، أريد سيارة، خلاص سهلة. أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هنا الفتنة، مو يعني إذا اللي يؤمن يصير حياته كرب يفتنه الله، لا، حياتهم سعادة، ولكن لا تظن أنك لا تنجو من المشاكل، إذا في بالك هذا الشيء لست مؤمن. المؤمن لا يهمه المشاكل، أنا يهمني مشاكل الآخرة، أنا مؤمن بحياة أبدية، مشاكل هناك أصعب، ما في معايا صديق ولا أخ، فرادى كما خلقناكم أول مرة، هذه المشاكل اللي تفكر فيها. هو المؤمن يفكر أولوياته هناك، مشاكله هناك، حياة النعيم هناك، لا شيء هنا، لا يبالي حتى لو جلسنا فقراء مشردين في الشوارع. إذا هذه النية تحصل على ما تريد. فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فارتج الجبل، ارتج يعني هو معهم، يعني هو ثابت، هم وقعوا وتكسرت رقابهم، ثم رجع هنا
ما في خوف من غير الله، ما في خوف عالي إيمان. فدخل عليه قال اسمع، أنت تريد قتلي؟ سهلة، اجمع الناس، غلام مخ مؤمن، قال اجمع الناس في صعيد واحد واصلبني على شجرة وقل بسم الله رب الغلام، هذا السهم خذه من عندي من كنانتي، وقل بسم الله رب الغلام سأموت. ما رأي الملأ الأعلى المخبول الذي فكر مادي مثل ملكهم؟ قالوا خلاص طيب يلا، هذا العبقري. قال يلا يلا نأتي، يلا الناس 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 عشان يقولون أنا عظيم قتلته. فما قال مهم خلاه يعني على أساس يصلب نفسه، خلاص صلبوه وكل شيء وهو قائل هكذا وأمامه والعالم موجود، بس ما قال بسم الله، قال اقتلوه خلاص ما في فائدة ثاني ما في. قال لا سبيل إلا أن تقول بسم الله رب الغلام، بسم الله رب الغلام ما في. قال ارفع صوتك، لازم الناس تسمع، هو يريد الناس. قال بسم، خلينا نسويها واحدة مرة، بسم الله رب الغلام. قالوا آمنا برب الغلام. مبرمجين من الصغر والولادة، الطفل كل شيء هذا ربي، الملك ربك، هو يطعمك ويجيب لك الأكل ويخليك كذا، وباسط الناس خلاص أنا ربكم أيوة، مستمرين، ما حد يقدر يقول لا إلا الغلام هذا. آمنا برب الغلام. قال حطوا أخدود أضرموا فيها النيران، الذي لا يؤمن بي أقحموه فيها. يلا يلا ورا بعض رايحين للنار، هو يشوف النار وذاهب، مؤمن بحياة أبدية ومؤمن بنفسه أنه هذا الجسد يحترق لكن أنا أبدي، قليلا من الوقت لكن الآن كم ألف سنة هم في النعيم، كم ألف سنة هو الذي يقول أنا ربكم، أين هو؟ هكذا أولويات المؤمن، الشرور والنعيم الذي في الآخرة هو حطه في الرأس رقم واحد. تذوب المشاكل مع هذا الفكر، تذوب تنتهي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة. شوف ميزه، قال لك هو يقول لك ليش حتى أنت تفعل، إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. هنا الدار الآخرة، بس ارتاح من الدنيا الحق، وقت قليل هناك أبدي. كأنك تقول بدل 60 سنة 6 دقائق 6 ساعات وبعدين تنتقل إلى القصر. يفكر في 6 ساعات تمضي بسرعة، أولوياته هناك. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، يقول لك أخيار اللي أنا مصطفيهم عندهم ذكرى الدار، أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار، هذا ذكر، وإن للمتقين لحسن مآب. يعني إيش؟ يعني شفت هذول؟ إذا متقي أفضل شيء لك تكون مع هؤلاء ومن هؤلاء ومن مخ هؤلاء، تكسب الدنيا والآخرة. في الدنيا لا خوف لا حزن لا هم رزق لا مشاكل،
يخرجه. من اتق الله، من اتق الله يجعل له مخرجا. أعطاك زبدة، لكن اعرف أنه ليس كل مسلم مؤمن، وليس كل عابد مؤمن، وليس كل عالم مؤمن، فيه وفيه، صح ولا لا؟ هذا اسم فيديو هنا، ليس كل مسلم مؤمن. لابد مسلم مؤمن يمشي. الدين عند الله الإسلام من زمان، من آدم الدين عند الله الإسلام. الإسلام فيه مرتبة اسمها الإسلام ضعيفة، ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان، لازم تعبر المرتبة وتكون مسلم مؤمن. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، ما أحد يمن بالإسلام المرتبة، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، هداك بالإسلام لتكون مؤمن، يعني إرشاد. إحنا لبدنا في هذا 1000 سنة في المرتبة، خلاص مسلم تقوم بالأعمال، أوامر نواهي، آمر ناهي معبود طنشناه. فحان الآن الأوان أن تخشع قلوبنا لذكر الله وما نزل من الحق. الآن أقبل رمضان، من الآن استعد وضع النية وضع العزم، ليس أن أصوم وأتعبد في رمضان، لا، أن أغير حياتي للأفضل، والحياة الأبدية التي فيها النعيم والطز في الدنيا وما فيها. ليس معنى الطز يعني لا تشتغل، لا تحترم زوجك، لا تحترم زوجتك، لا تكون بشوش مع الناس، لا، هي هذه العبادة. لا تجعل في القلب ميلا لغير الله. أهلا وسهلا، إحنا أصحاب في الدنيا، الزوجة والأخ، إحنا أخوة في الدنيا نعبر، بس بعدين هناك نتفرق، نجتمع إذا كنا مؤمنين، أو توزعنا بين الإيمان والكفر والغفلة، وهذا شيء آخر، فرادى كما خلقناكم أول مرة. فثمار ما أنت فيه تجدها في الواقع، عندك الخوف، عندك الحزن، عندك الرعب، عندك الحياة غير المستقرة، هذا كله يحوشك، يدفعك إلى ربك أولا بالحب له والتعظيم، لأنك تحب غيره ومتعلق بغيره. أخرج، اقطع الحبال بينك وبين المخلوقات كلها، حب صغير مؤقت حد 100 سنة، بعدين عندي ربي الخالد الأبدي وأنت خالد، هو ربك، هو الذي يطعمك ويسقيك بالأسباب، علشان تؤمن به ولا تؤمن بالأسباب؟ أكثرنا مؤمن بالأسباب قلبيا، وثقافة هنا موجود، الله القادر على كل شيء لكن والرزاق هو الله، لكن هنا قلبيا متعلق بأنه هذا يعطي يمنع يعض يعني يضر ينفع، قلبيا 100%. ونعطي الله ثقافة هذا لا يريدها، لازم إيمان قلبي وليس إيمان عقلي وفكري. أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أولويات هناك، فسنيسره لليسرى. إذا ما وجدت تيسير لليسرى، أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. في عسر عندك هنا مشكلة مع ربك. الآن كل علم
وعبادة متوفر، مساجد وطواف وسعي وحج وذكر وتلاوة قرآن وذكر بالمئات والصلاة الفلانية والعبادة الفلانية وأسماء الله الحسنى موجود. لكن أولوياتنا في الدنيا، حتى أسماء الله نريدها للدنيا. كل الأنبياء مختلطين في الناس، ديننا دين الأخلاق، دين الإسلام من عهد آدم إلى قيام الساعة دين اختلاط مع الناس، أكل، شرب، زيارة، صلة رحم، بر والدين، في العمل واجب، حب للناس، أنا مكلف بشغلة أذهب إليها بحب، أدرس، أعلم، أصنع أخشاب، أي شيء تفعل باستمتاع سويها، هذا هو الدين. إن صلاتي ونسكي، بس هذا أغلبنا واقف هنا، إن صلاتي ونسكي ومحياي كله، محياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، هذا هو الأمر، وأنا من المسلمين، مسلمين له. كل الأنبياء عاشوا هكذا في الناس اختلاط، لكن من زمان فهمنا أنه لا، هذا لا سي سلبيين شريرين، أنا سعادة الله متقي، إذا ذهبت إليهم الآن يؤذوني، يخربون حسناتي، يسووا لي مشاكل، ما أدري إيش. اختلط، خش وتجد هناك الانتعاش، الشحن الذي تشحن في العبادة يذهب هناك قليلا 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 حتى يصير سواسية. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، مو يقول سبحان الله، لا، هنا ذكر، ما في غفلة، عن ذكر الله وإقامة الصلاة، في صلاة، صلاة يعني اتصال دائم، إذا قطعت الحبال مع غير الله وصلتك الصلاة الدائمة. ويقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو من كان ميتا فأحييناه، هذا هو الحي، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، هذا أفضل شيء، حبهم الله. طيب، فهي تقريبا انتهينا. يقول الله عز وجل أيضا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا، شوف المؤمن لما يسمع الكلمة هذه، يا أيها الذين آمنوا، ماذا مراد الآن؟ مطلوب مني شيء، مو يقول اترك القرآن يتلى للجن حتى يهربون من البيت، لا يهربون، لا يهربون إلا إذا أنت مستمع للقرآن يهربون، أما إذا أنت عاصي الله، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أنصتوا يعني اترك شغلك كله، ركز، تتركه هكذا لا تفعل وتريد يطرد الجن، لا يطرد، هو يطرد الجن منك. يقول الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. حتى متى يا صديقي، يا أخي، يا أختي، حتى متى؟ أقبل رمضان، كان الصحابة يستعدون 6 شهور، يا رب ما أموت حتى أبلغ رمضان هذا، ليش؟ حتى يتوقف عن الطعام والشراب،
والجماع. هذا هو تعريف الصيام، أن تتوقف عن الطعام والشراب والجماع والكلام السلبي مع الناس أو الاستماع للكلام السلبي. إذا سمعت ابتعد، أنا صايم أنا صايم أنا صايم. هذا تمرين لك حتى تعرف تسيطر على شهوة الشهوات كلها، ومن ضمنها شهوة الكلام أو شهوة الإنصات للكلام السيء البذيء. في شهوة، يلا غيبة بإنصات، غيرك حاضر في نفس الغيبة ذي وهو فاصل عنهم، مو يستمع بتلذذ ويقول أنا يقول الله سبحانه وتعالى. نعيد هذه الآية ونختم. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. اقرأ القرآن. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. الآن وقعنا فيها، هو قال لا تكونوا مثل أولئك. فقست قلوب، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. أنت ميت، أولوياتك ليست هناك، الله يحييها. كيف الله يحييها؟ اجلس هكذا؟ لا، اقتحم، ادخل ما فيه رضا الله وسترى الفرج من الله. إنسان عادي عادي عادي، مثلا ضربنا المثال هذا كثير مرات، وإن شاء الله الآخر نختم به. ها، حقيقة لا تظن أن قربك من الله يعني الله في السماوات وأنا خلاص الله قادر. قادر، هو قادر بدبك وبدونك، لكن أنت كيف تستفيد من هذه القدرة وتقول يا رب أريد الشيء الفلاني ويعطيك؟ اقترب منه. انظروا هذا المثال، واحد هذا من أم رأسي اختراع، حتى نضرب المثل حتى نفهم الحقائق بالأمثلة الواقعية. يعني واحد إنسان يسوق سيارة ويعمل يكد يعني على السيارة، يأتي له بعض المال ويعطي أهله وأولاده، كل يوم يذهب بعيدا ويرجع ويقضي طول النهار يلفلف حتى يجمع قليلا من المال ويأكل ويشرب مبسوطين. وصديق له، صديق للحاكم أو الملياردير الفلاني، بلاش حاكم، فقال له، جاء اتصال وهو مع صديقه السائق هذا يشربون الشاي اختراع. فالمهم قال فلان أنا أريدك اليوم تأتي. قال والله أنا عند صديق لي هنا. قال هاته معك، تعال أنت وهو. قال طيب يلا البس ملابس وهكذا نذهب سوا إلى فلان، معروف الاسم بس قل فلان انتهينا، إما قارون أو هامان أو فرعون أو ما ندري أحدهم. فالمهم قال له يلا البس، لبس ملابسه ما شاء الله وقابل فلان، ذهب مع بعض وجلس وهو يعني بسيط يعني جلس ساكت هكذا وهم يتكلمون يتكلمون. ما شاء الله صديقك هذا أين يعمل؟ قال أنا عندي تاكسي أعمل عليه كل يوم. صديقه قال هذا الرجل يعمل قهوة، أحلى قهوة ذقتها في حياتي، حتى القهوجي الذي عندك هذا لا يعمل مثلها. ها أكيد، أيوة أكيد، ادخل في المطبخ واعمل لنا قهوة نريد. ذهب هو شاطر، أين البهارات عرف كل شيء، عمل القهوة قدمها لهما شربوا، والله ممتازة هذه، شربوا انبسطوا. قال ما رأيك أنت كم تأخذ دخل؟ قال أخذ كذا كذا 500 يعني 200 دولار ولا اللي يكون. قال ما رأيك أن تعمل هنا
وأعطيك 10 أو 20 ألف دولار، بس تعمل الشاي، تعمل القهوة والشاي، ما رأيك؟ وخذ سيارة بدل سيارتك الجديدة تذهب بها البيت من الآن هدية. قبل، بعد ذلك جلس مع أصحابي، قال ما هذا التغير؟ قال أنا صرت كذا كذا كذا. أين؟ قال عند فلان أعمل. والله صاروا يتقربون منه ويحبونه، أول كانوا يتقذرون منه، صار الذين يتقذرون منه أول يأتون، هو فلان عند الملك، عند الحاكم، أو عند الشيخ هذا الملياردير، ما رأيكم عندي معاملة كذا تساعدني؟ صاروا يتقربون منه، عنده صار قدرات لم تكن موجودة قبلا. أول ما في هذه القدرات، الآن هذه القدرات جاءت لاقترابه من فلان، فكيف بك إذا اقتربت من ربك؟ هو قال لك إذا اقتربت مني أجعل لك مخرج وأرزقك من حيث لا تحتسب، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلى الأبد، ليس في الدنيا فقط. أول ما تموت وتغادر هذه الدنيا ويكون المحشر تتلقاك الملائكة، وهناك في الكروب التي يقولون عنها عرق وشمس وهلاك ودمار للعالم، أنت ماذا يحصل لك؟ ماذا يحصل لك؟ لا يحزنهم الفزع الأكبر، ما في حزن، خلاف ما يقال لنا لغيرنا، لكن للمؤمنين لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاه الملائكة. هذا هو حالك بعد الموت في الأبد، وحالك في الدنيا لا خوف ولا حزن. وقال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ماذا تريد أكثر من هكذا؟ لكن ليس هذا مشاع لكل من تلفظ بالدعاء أو عمل الحركات العبادية، لا، لكل من آمن بالله، فإذا آمن بالله تكون الحركات هذه فيها قوة نورانية، تكون رفع اليدين هكذا بالدعاء قوة أعلى من أول. لا تظن أن الله يستجيب، الله يستجيب، ولكن للمؤمنين به، ليس المؤمنين بغيره أكثر منه، والمؤمنين بالدار الآخرة أكثر من الدنيا، ليس للمؤمنين بالدنيا هذه أنها هي كل شيء، إنما هي حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، خلاص مات انتهى، يعني عمره كبير في السن وفقط. هذا مخ بعد مادي، حتى تتغير إلى الإيمان الحقيقي ليس هو بالسماع وليس هو بالحركات وليس هو بالألفاظ، لا، تغير القلب بالحب لله وقطع حبال الحب لغير الله إلا على قدرها، مسموح، مسموح على قدرها، هي مؤقتة وهي فانية وهي زائلة، كل ما تراه فاني زائل، تتعلق به تعلق شديد، هنا وقعت في الفخ الشيطاني. فلذلك نحن وضعنا الكورس للتغيير وتمرينك حتى تدخل في البعد الرباني، وتدخل في حقيقة الإيمان، وتدخل في وعود الله، هذه كلها تجدها. لذلك كثير من الناس في التعليقات كان أمراض شوفيوا منها، كان في مشاكل خرجوا منها، كان في يعني هم يروون بأنفسهم قصص لتثبيت بعضنا البعض. نحن مؤمنين، في ناس إنسان وجدوا خير يلا، في ناس ما وجدوا يقول لابد في عندي غلط، لا يقول المنهج غلط، المنهج منهج الله الخالد الأبدي، أنت أخرج من نفسك، متتبع القناة يتثقف فقط، عنده ثقافة
عنده ثقافة جديدة ولكن مطبق بفهم وتركيز للكورس، ها هذا يأتي عنده التغيير. الكورس يغير القلب، يغير نظرتك للحياة الدنيا والحياة الأخرى، يغير نظرتك لنفسك أنك محتاج لكل شيء بدون الأسباب أنت هالك. هذه شطب عليها، أسباب فيه ما فيه لا أبالي، كهاجر وكالغلام. ما جبنا أمثلة نبوية، أمثلة بشر عاديين، غلام ومرأة. ماذا تريد غير ذلك؟ تريد الله يقحم في قلبك الإيمان؟ لا. قصص في القرآن ما أكثرها، لأجل أن تفهم، لأجل أن ترقى، تسمو عن هذا البعد المادي، بعد غيبي، بعد إيماني، بعد علاقة مع ربك الأقرب إليك من حبل الوريد. تغيير الداخل هذا الجوهر، إذا دخلتها هنا الإيمان كل شيء يخطب ودك، أرزاق تأتيك لحد رجليك، مشاكل تخرج منها، هذا وعد الله. ضع الجوهرة هنا هي تجذب كل خير. إذا لا تريد شيء لا يقع. هذه الهبة لك في الدنيا وبعد الموت في النعيم في الجنة. تريد شيء يتحقق فورا. فهذا الكورس هدية ربانية، لا يوجد فيه شيء من بشر، هذه أشياء الله، أوامر الله، لكن تفهمها حقيقة حتى تطبق، وتفهم من أنت وما هذا العالم ولماذا خلقني الله. موجود في القرآن لكن الناس هجروه وأخذوا ناس يشرحون القرآن بفهمهم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.